لو الحكاية فيها إن فيتو أمير الصندوق المقدمة بجانب اليوم وعرض كل المتهمين 23 و24 وإعداد تقرير عن حالتهم وعلى النيابة العامة إحضار فني عرض كمبيوتر وشاشة عرض وطلعت باستخدام باستخراج الشهادة الرسمية المنوعة عنه هذه المحركات ليشتاق شركات مع استمرار حبس المتهمين والمرور تقرير عن حالة المتهم من مستشفى الأمراض النفسية والعصبية المتهم علي